سيد فياض، هلأ الوضع اللي أنت فيه والصراع اللي عندك بيحتاج لدعم ثابت وقوي من كل الناس الموجودة حواليك، وبتصور أنا فيني أعطيك هالدعم القوي والثابت. قلي هلأ أنت جاهز تتزوجني؟ عم أحكي بشكل واضح يا سيد فياض. يا أستاذ، رح نأجل هالإجراءات هاي بعدين منكملها. فيك تروح. تفضلي قولي شو بدك تقولي. لما أنا أجيت لأسكن بهذا البيت، ميرا كتير دارت بالها علي وعلى إقامتي، دارت بالها على أكلي واعتنت فيني. حتى لما أنا مرضت حسيت بكل حنيتها عم تحاوطني، وكنت حاسة إنه هالشي بدافع الإنسانية ومشيت معها على هالأساس. بس لا، كانت بهالشي عم تحاول ترعى نوع خاص من العلاقة بيني وبينها. بوقتها ما فهمت، بس أنا هلأ استوعبت. أنا فهمت ميرا غلط، مشان هيك قررت انسحب من حياتكم. بس لما شفتك عم تيجي على الجمعية وشفتك كم مرة قدامي، صرت أسأل حالي ليش عم بتجنب هالشخص اللي عم يطلع قدامي بالصدفة، وين ما رحت وقد ما حاولت أبعد. وسألت حالي هالسؤال ألف مرة، شو الداعي لأتجنبه بهالطريقة؟ وكنت كتير محتارة بالجواب. هيك لكان يعني أنتوا الاثنين كنتوا عم تلتقوا من ورانا بالجمعية، وعم قول لحالي كيف قدرتي ترجعي لهون؟ بتصور انه مو مناسب نحكي عن بعض الشغلات هون. خلينا نفوت على مكتبي. يلا. تفضلي قولي. أنا بتفهم إنه حضرتك مزعوج كتير من جايتي المفاجئة وتصرفي هاد اللي ما حدا متوقعه، بس كان كتير ضروري إني أحكي معك هلأ لحتى فهمت أهمية أحلام ميرا وجهدها الصادق اللي عملته معي مشان أنقذ العيلة من إنه تبعد عن بعضها وتتفرق. هلأ بالضبط لعرفت كل هالشي.
بس كرمال أحلامها الصبية بعيلة متماسكة مع بعضها، أنا فكرت بهالشي، وبرأيي إنه أنت كمان لازم تفكر. لا هلا ما عاد يفيد التفكير، لأنه هداك الوقت خلص، والاحترام اللي عم تظهريه هلا لأحلام ميرا والقلق اللي حاسة فيه مشان ما تنقسم عائلتنا، عن جد أنا بتشكرك مشانه كتير. فيكي تمشي. أنا بتصور إنه اتنيناتنا كبار وراشدين، واتنيناتنا كمان خسرنا عزيزين علينا، ونحن اتنين بحاجة كتير للدعم من حدا. بدل ما نعيش بقية حياتنا عم نعاني، ليش ما نعيش سوا هيك أفضل لحتى ندعم بعض؟ آه؟ بس ليصير هالشي أنت لازم توافق، وإذا فكرت وعطيتني جواب بالموافقة رح يبقى عندك أمل بإنقاذ عيلتك يا سيد فياض. أنت جاهز نعلن هالشي قدام الكل؟ شفتوا كيف؟ هي بدها ترجع لهون، والكل لازم يعيشوا مع بعضهم، هذا هو حلمها، ولحتى تحقق هذا الحلم رجعت حضرتها مرة تانية لهون. كاش فيكي تهدي شوي لو سمحتي؟ كيف بدك يعني اهدى؟ هاي المرأة اجت علينا هيك فجأة ووقفت لنا توزيع الأملاك، وبدك يعني اهدى؟ وعم تسألنا وما حدا نطق بكلمة، بس لو حاولنا نوقفك كنا تجنبنا كل هالنقاشات هي. وانت ليش كل هالقد مزعوجة لهالدرجة هي؟ صح، وليش لحتى ما انزعج؟ هاي المرأة رجعت خصوصي لحتى تضايقنا وتضايق عمي كمان، وبعدين يعني كان عمي على وشك يوقع الوراق وقت اللي هي نطت، مين بيعرف امتى رح يرجع عمي يوقعون؟ لازم نبقى وراه لحتى يوقع الوراق المرة الجاية. كاش لو سمحتي اهدي شوي، هي صار مثل ما قلتي، بابا رح يقسم الأملاك، وليكو جاب المحامي لهون، شو المشكلة إذا تأخر الموضوع شوي ليوقع؟ وإمتى؟ إمتى رح يرجع يوقع؟ فهمي بقى، مشان الله اهدي لك شوي وحاج تعيطي، يعني نحن من غير شي متوترين من جاية غالية لهون على غفلة، بتقومي بتجي أنت بتزوديها وبتصيري تعيطي بلا طعمة، وبتصيري تعيدي نفس الجملة؟ أخي هي غالية لسه ما نزلت من عند بابا لهلا، شو ممكن تكون عم تحكي هي وياك لهالوقت هاد؟ مثلي مثلك ما بعرف شي، ما عم بقدر طالع هاي الفكرة من راسي. يعني حالة بابا النفسية التعبانة، صرت خايف تسوء حالته أكتر بعد ما يسمع كلامها لغالية. تغيير طريقة نظرتك للعالم وفهمك للعلاقات المهمة وندمك على قسوتك وتصرفك السابق، كله شي منيح إلك. انت يمكن هلأ فتحتي بواب قلبك لعلاقات جديدة، بس أنا سكرت بواب قلبي من زمان كتير وارتحت، وقررت إني ما أتصرف بعاطفي حتى لما بيكونوا ولادي إلن علاقة بالقصة. فكيف هلأ ممكن فكر بالشي اللي قلتي بعاطفي مثلاً؟ ما عادت تزبط. لا لا هالشي ممكن يصير على حسب ما أنا بعرفك، لأن بقول إنه أنت مستحيل تكون قاسي تحت أي اعتبار. إذا أنا غيرت من طبيعتي فكيف أنت؟ آسف، أنا كتير آسف غالية، يعني حتى لو أنت غيرتي من طبيعتك وصرتي متفائلة، بس بالنسبة إلي أنا خسرت الأمل من زمان كتير بعيد، لهيك ما في فايدة من الحكي بهالموضوع مرة تانية ولا في داعي للتفكير، وبكون كتير مبسوط إذا رحتي هلأ. بس أنا بدي أقلك شغلة سيد فياض، لو شو اللي صار؟ غالية أحكي، غالية شو اللي صار؟ غالية لوين رايحة أنت؟
لبرا، رايحة لبرا. ايه لازم تروحي لبرا، بس اكيد الطريق لبرا مو من عندك، من هنيك. اخي غالية، استني. غالية قولي لي شو اللي صار، شو قال لك عمي؟ غالية لو سمحتي قولي لي، كتير مهم بالنسبة لي اني اعرف شو حكيته جوا، لو سمحتي يلا قولي لي. ميرا بتخيل انه اللي كنتي حاططيه ببالك هلا ما عاد يصير، هاديك الفرصة كانت قدامي بس بهداك الوقت ما قدرت، مشان هيك انا فشلت وما قدرت افهم انه في ناس مثلك حبوني. ميرا انا بدون ما اعرف عملت كتير اخطاء، واذا انتي كنتي مجروحة مني بدي تسامحيني. بترجاكي يا غالية، عن جد انتي كان معك حق تماما، يعني ما في داعي ابدا انك تعتذري. بالحقيقة انا اللي لازم اعتذر منك، لاني بهداك اليوم انا اللي ضغطت عليكي. غالية بترجاكي لا تروحي من هون، انا وياكي سوا رح نقنعه لعمي، اكيد رح يغير رأيه. غالية صدقيني هو هلأ ضايع، بعمره ما كان بده يعمل هيك شغلات، وهلأ صار مجبور، ما كان بده يقسم الأملاك. اسمعيني بس هالمرة يا غالية، لو مرة واحدة نحنا بس حاولنا منحاول نقنعه، أكيد هو رح يقتنع، رح يتفهم الوضع. بس مرة، بس مرة خلينا نحاول. لا يا ميرا خلص فات الأوان. لا لو سمحتي غالية لا تروحي، اسمعيني الله يخليكي. ميرا لو سمحتي، لو سمحتي. لا. بترجاكي لا تروحي يا غالية، أنا بترجاكي. كان كتير منيح لو وافق عمي على أنه يتزوج هديك المرة، على القليلة كان وقع اللوراء وكل واحد راح بطريقه، وهلأ شو؟ نحن لا فينا نسأله عن الزواج ولا فينا نسأله عن اللوراء. وهي غالية كمان رح ترد تسأله مرة تانية، هو رح يرجع يأجل توقيع اللوراء، ومين بيعرف بقى إمتى رح يوقع. ليكي أنا حاسة إنه عمي لازم يتزوج، بس سببي أكيد أنا مختلف عن سببك أنتي. القصة هلأ مو قصة التوقيع كاش، القصة كمان متعلقة بمستقبله، يعني نحنا مو المفروض إنه نقلق بعد توزيع الأملاك، لأنه عمي رح يبقى لوحده وقتها، وأنا كتير رح أزعل مشانه. حتى إذا تزوج عمي رح يبقى بالي مرتاح بالمرة، لحتى أشوف مين عم يدير باله عليه منيح. لهيك أنا شايفة إنه ضروري يتزوج. لا شي اللي أنت عم تقولي كتير صح، حتى أنا كان بدي أقول هيك. عم قلك كاش، غالية دشماني هي الوحيدة يلي بتقدر تدير بالها على عمي كتير منيح وتضل معه. إيه عن جد معك حق، أنا ما عندي مانع أبدا، بس عمي لازم يوافق على الزواج ما هيك؟ شكلك كتير مستعجلة تزوجي عمي. لا بلاشا، أنا مالي مستعجلة على زواجه، مستعجلة على تقسيم الأملاك. بقى أول ما عمي وافق على الزواج ويتزوج أكيد رح ينشغل بحياته الزوجية، وعلى القليل ما رح يتدخل بحياتنا بقى، وما رح يكون في مشاكل بتقسيم الأملاك. ولما هو يوقع بيكون انتهى. يا عمي، عمي أول شيء قلي ليش هيك تصرفت مع غالية، مشان الله قلي. عمي بترجاك هلأ هي رايحة، بترجاك توقفها. عمي عمي هلأ إذا غالية راحت ما عاد ترجع لهون. ميرا كل ما بتفكري أكتر تتعبي أكتر، لهيك أفضل شيء اسكتي وقيمي الفكرة من بالك. عمي يعني أنت كيف فيك تحكي هيك بكل هدوء ولا كأنه في شيء صاير معنا؟ يا عمي اللي شو اللي صار لك، أنا فيني شوف كتير منيح أنك مانك مرتاح أبدا، ورغم هيك عم تقلي أني أتركك وما أقلق عليك، حتى قبل ما نفترق عم تتبرى مني هيك يا عمي؟
طيب قول شي. ميرا خلصنا، شو عم تقولي؟ الله يخليك، الله يخليك، أنا بترجاك، الله يخليك. غالية رايحة، بدي توقفها يا عمي، رح تروح من هون. عمي إذا راحت تتأكد إنه بعمرها ما عاد ترجع لعنا، إذا راحت رح تبقى لحالك على طول ورح تتوجع كتير، وهذا الشيء أنا ما فيني أتحمله. الوحدة والألم اللي شفتهم بعيون غالية هلا عم أرجع أشوفهم بعيونك أنت عمي، لهيك أنا بعرف قديش الواحد بحاجة لحدا يدعمه. بس بدي تسمعني، المستقبل تبع البيت كله بيعتمد على قرارك اللي رح تتخذه. عم يسمع مني، وقفه وقفه وقبال الزواج منا، وبعدين رح تشوف كيف كل العلاقات بهالبيت رح ترجع مثل ما كانت، هالبيت رح يرجع يعيش بسعادة لو سمحت يا عمي. يا عمي انت اللي علمتني كيف اعرف اتصرف باوقات الشدة، لانه عندك منطق وبتعرف تتخذ القرار المناسب وبوقته كمان، وهالفرصة بجوز ما تتكرر انه غالية تجي بنفسها لهون مشان تعرض عليك الزواج. عمي لو سمحت قول ايه، اقبال بهالزواج بترجاك، بترجاك. ممكن فنجان قهوة؟ ها؟ قهوة. أنا كتير متضايق على بابا مرة تانية، وبآخر فترة كمان تعبت صحته وهو عم يفكر ويعذب حاله. من قبل كم يوم قديش كان شايف حاله فينا، كان يقول بفخر أولادي هن اللي بيدعموني، وشوفوا هلأ قديش هو عم يتعذب. حتى أنا ما فهمت هالشي لما شفته، بس ما فينا نلاقي أي طريقة لنطالعه من هالحالة هاي ونرجعه مثل ما كان. بس نحن عن جد غلطنا، كان لازم نوقف القصة تبع تقسيم البيت من زمان مو من هلأ. ليك خلينا ما نحكي هلأ عن هالموضوع، يعني شو رح نستفاد هلأ إذا حكينا؟ القصص كلياتها رح تتعقد أكتر ما تنحل بعدين. لازم نلاقي طريقة، خلينا نفكر بشي شغلة طالع أبي من هالكآبة اللي براسه. أنا بتصور إنه في حل واحد لكل هاي القصص، وهو زواج بابا. عم تقول زواج؟ ايه؟ رشيد شبك، شو اللي عم تقوله انت؟ لحظة استنى اخي، ليك اذا بابا تزوج هلا قالوا لي كيف هالشي رح يأثر على حياتنا؟ خلص قيموا هاي الفكرة كلها على جنب. اذا تزوج كيف رح يتأثر؟ هالشي رح يأثر على حياته، وطبعا كمان رح يأثر على تصرفاته. اذا فكرنا بهالشي يمكن يطلع معنا جواب اكيد ايجابي. بتصور انه هالشي كمان رح ينقذ عائلتنا من انها تنهار وتتفكك مو؟ تماما، وهذا اللي بدي اقوله. اذا اقتنعتوا بهذا الشي لازم تلاقوا طريقة لتقنعوا، لهيك لازم ترجع غالية على هذا البيت، وحتى هي كمان بحاجة كتير لعائلة ضمة، واذا رجعت لهون بيكون كتير منيح، لانه هذا البيت ما في انسب من غالية لحتى تضبطه. هلأ لحتى نحن حسينا بهالشي، بس مثل ما تعرفي أبي رفضه وخلاص. داي أستنى أخي، بصراحة أنا حاسس إنه ما في فايدة من الحكي بهالقصة بين بعضنا، تعو خلينا نروح نحكي معه، هو حيكون أنسب للكل. فكرة حلوة، يلا يلا يلا. عطيني الطابة، عطيني الطابة، هاتي يلا هاتي لهون. ايه هاتي الطابة لشوف. لما بشوف الأولاد الصغار عم يلعبوا بالحديقة بهالطريقة بعرف ليش بيقولوا إنه الأولاد هن السعادة وكيف بيملوا عليك البيت كله. هذا البيت كان فعلا مليان بالسعادة لحد هلأ بسبب هدول الأولاد. بهذا البيت كان في كتير دفى، بس هالدفى ما رح يستمر.
بعد هلا اول ما يصير التقسيم الكل رح يمسكوا ايدين اهلهم ويروحوا معهم باتجاهات مختلفه. بس بعد هالشي شو مشاني انا؟ انا بعمري ما فكرت اني اعيش بلا عيلتي. لحد هلا اولادي ثلاثه كانوا عم يسندوني، وكان عندي كناين يديروا بالهم علي، وبفضل احفاد اللي عم يدوروا حوالي بعمري ما كانت حياتي ممله. بس شو بعدين؟ شو بتصور انه الشي اللي قالته ميرا هو الخيار الوحيد اللي بقيلي؟ إذا عائلتي عندها أمل بالإنقاذ من إنها تتفرق، وإذا كان حلم ميرا رح يتحقق، فأنا لازم أفكر بالموضوع بجدية. لازم أفكر بحلم ميرا بجدية أكثر، لأنه فعلاً هو الحل الوحيد لمشكلة العيلة. لازم أتصرف قبل ما أشوف العيلة عم تنقسم قدام عيوني. لو بقيت شانتي عايشة وشافت اللي أنا شفته شو كانت عملت، أكيد ما رح يهون عليها هالشي، أو بالأحرى ما كان صار هالشي كله من أصله. احكي بهيش. بابا بصراحة نحن حابين نحكي معك بشغلة ضرورية. أي بابا، بالحقيقة القرار يلي اتخذته من فترة بإنك تتزوج، نحن وقتها ارتكبنا غلط كبير وقت ما قبلنا. فكرنا بحالنا وبأنانية كمان. بابا ليك بهي اللحظة نحن ما عم نفكر بأنانية، وبالحقيقة كلنا اقتنعنا انه نحن كلياتنا وبيتنا بحاجة لزواجك. نحن بحاجة لهالشخص الإضافي. عمي، يا عمي، خلال اتخاذنا لهذا القرار ما حدا منا فكر بمصلحة معينة بباله. عن جد عمي بترجاك لا ترفض هذا الزواج. مثل مو غالية بحاجة لبيتنا، كمان بيتنا بحاجة إلها، وأنا شفت إنه غالية هي أفضل إنسانة لتجمع هالعيلة. إيه عمي، شو ما صار لحد هلأ بكفي، وما عاد في وقت بالمرة. لا تقول لا عمي، الله يخليك. وافق كرمالنا لو سمحت. عمي لو سمحت قول أي شيء. بابا لو سمحت. عن جد ما حدا فكر بمصلحة شخصية، لو سمحت. لو سمحت بابا. عمي اسمع منا. عمي احكي لك كلمة. طيب بابا، أنا رح روح هلأ لعند غالية ورح جيبها لهون. ايه بس أنا يعني ما بعرف وين هي ممكن تكون. شو هالحكي رشيد؟ عمي أكيد بيعرف وين أسأله، ما هيك عمي؟ طيب أنا رح طالع السيارة. هيرون يلا الله معك. يلا يلا يلا. لوين؟ لوين بدك تروحي؟ وين بدك تسكني؟ حتى لو كنت عارفانة وين رايحة ما بصير تاخدي هالقرار كبير بهالسرعة هاي. اسمعي لقلك لسه في وقت كتير حلو عم ينتظرك صدقيني. لا خالتي، أخذت قراري خلص. أنا كنت لحالي طول عمري وهلأ رح كمل بنفس الطريقة. طيب أنت ليش هيك عم تحكي يا بنتي؟
بهالعالم انت مانك لحالك، بعد ما تروحي من هون رح تحسي انك بحاجه لحدا يسندك ويوقف معك، وبنفس الوقت لازم يكون في حدا عم يحس انه بحاجه لدعمك. بس اليوم بالحقيقه انا كنت بحاجه لعلاقه مع حدا معين، بس ما حدا كان بحاجتي. انا رايحه. اجا السيد فياض واخيرا اجا. غاليا أنا لازم لازم أحكي معك لو سمحتي. أنا يعني لازم عمي يلا إلا ميرا ميرا بدها حماية. وأنا بدي أتزوج. يا ترى بتقبلي تتزوجيني؟ يا غالية أنا بترجاكي توافقي بقى، رح تحبي كتير إنك رح تصيري حماتي. لو سمحتي. غالية لو سمحتي قولي إيه. بترجاكي غالية وافقي بقى. عن جد ألف مبروك إلكن. كل شي هلأ زبط فرد مرة، ما في ضرر إنه الواحد يختار نهار منيح لحتى يعمل عرسه فيه. ما في داعي حتى إنه سيد يختار، لأنه في عيد جاي عن قريب من خليل العيد، وهيك وقتها بصير العيد عيدين. غالية يلا يلا يلا. لوين بدكن تاخدوها هلأ؟ شو قصدك؟ بيوم العيد منعطيكن ياها وهيك بيمشي الحال، ما هيك؟ شو ما بحق لنا يعني؟ ايه ليش لا؟ منيح كل شي مشي مثل ما بدنا نحنا.
تعرف أخي أنا كنت كتير قلقان وخايف لحد ما وصلنا لهون إنه يا ترى شو رح يصير بالضبط. مستحيل أنا ما قلقت أبدا عن جد؟ من وقت اللي طلعنا فيه من البيت كنت متأكد إنه كل شيء رح يمشي مثل ما بدنا ورح يكون إيجابي. إيه؟ تفضل أنا شوية حلو وأنا طيب أخي نحن لازم نجهز كل شيء للحفلة عن قريب. لك يا أخي ليش عن قريب؟ نحن لازم هلأ نبلش لأنه مش الحال قررنا العرس بيوم العيد ويوم العيد هو الأربعاء الجاي ما؟ طيب ليش أنتوا عم تناقشوا عرس عمي بس بينات بعضكم؟ اسألوا هو كمان يعني خدوا رأيه. لحظة شوفها. أي والله بابا؟ يعني أنت شو رأيك بالعرس؟ أنا قصدي برأيك أنت نعمله وين؟ فكرت بهالقصص كلها؟ إذا فكرت بشي غير اللي قلناه فقلنا مش هنعرف نتصرف حسب رأيك أنت. بدنا كل شي على مراحك. بابا ليك بالحقيقة نحن الثلاثة ما كان بدنا ياك تتزوج، قصدي لحد وقت كتير قريب كنا معارضين الفكرة، بس بسبب ميرا نحن اقتنعنا أنه أنت لازم تتزوج وأنه هالبيت هاد لازم حماية طبعا، وفوق كل شيء أنه أنت كتير بحاجة لرفيقة تونس وحدتك، ومشان هيك ما عاد عنا مشكلة بهاي القصة ولا بشكل، بالعكس نحن بدنا الشيء اللي أنت بيريحك طبعا، وبيهمنا كتير نعرف شو في ببالك، لهيك لو سمحت إذا بتحكي شي بيطمنا بيكون منيح. هلأ مو مهم شو في ببالي أنا، فيكن تقرروا الشي اللي بتلاقوه مناسب. لا أنا رح أرتاح شوي. بابا وهلأ عن قريب كتير ناس جداد وبيت جديد، بس لقلك الحقيقة أنا بعمري ما كنت آمن بالحب والعلاقات الإنسانية والتعاطف، بس هلأ حاسة أنه كل شي كان عم بصير معي بهالفترة هو شي منيح ولازم أحمل مسؤولية. لازم تتصرفي بحذر كتير كبير، أنت عن جد كتير بنت محظوظة لأنه رح تدخلي على عيلة كبيرة وبيت رجال محترم مثل فياض راتنباركي. بظن أنه الحياة كتير بتضحك على الأخص لما بتذكر حديث مبارحة، أنا اللي ما كنت آمن بالعلاقات بعد الزواج لازم أنقذ كل العلاقات بعيلة راتنباركي. أنا بعمري ما فكرت أتزوج مرة تانية يا شانتي، وكتير في ناس عارضوني ونصحوني كمان، بس اليوم الحالة صارت مختلفة وأنا مضطر أني أتخذ قرار الزواج هاد مشان خلي هاي العائلة كلها مع بعضها. صدقيني ما عاد في خيار تاني قدامي هلأ، ويقولوا شو ما يقولوا الناس اللي برا ما بيعرفوا ليش هيك قررت، أنا اتخذت هالقرار مشان العائلة وبس، لأنه لما كنتي معنا وعدتك اني حافظ على عائلتي ونبقى سوا، وقت اللي وعدتك بهالشي كنت عم بوعدك بكل صدق ومن كل قلبي كمان، حلفت اني ارعاهم بكل حب، لهيك اضطريت هلأ اني اخذ هذا القرار مع اني مو مقتنع، بس كرمال اني احمي البيت تبعنا من الانهيار. غالية انتي ما نمتي لسه؟ الوقت اتأخر بنتي. حاولت كتير اني نام بس ما عم بقدر ابدا. انتي مثل برجاك تذكرتيني فيها. ومين برجاك تبقى؟ شو مين برجاك تهي بتكون بنتي؟ هلأ هي مسافرة على امريكا مع جوزة وولادها. تعرفي لما قررنا انه نزوجها هي كمان كانت مثلك تماماً، تقضي نص الليل واقفة قدام الشباك
وأحيانا كانت توقف كل الليل هنيك بهي الطريقة. كانت كل الوقت عم تفكر. طيب خالتي بشو كانت برجاك تتفكر كل هالقد وتسهر الليل؟ كانت دائما قلقانة من المستقبل، إنه في بيت جديد وفي ناس جداد وفي إلهم نمط حياة جديدة بجوز يكون مختلف عن حياتنا. كانت تفكر بهالشي كتير، كانت تشغل مخها كتير بهالمواضيع. ليكي قلي لي الحقيقة، هلأ أنتي عم تفكري بنفس الشي ما هي؟ ليكي بدي تعتبريني مثل أمك وتسمعيني منيح. ليكي أنتي مالك مضطرة تحملي هم كل هالقد. أول ما تحسي إنه هالبيت هو بيتك إلك أنتي وتحبيه من كل قلبك، ساعتها شو ما صار ومهما كانت المشكلة كلياتهم بيوقفوا معك. وقتها رح تقدري تواجهي كل الصعوبات بشجاعة ما كنتي تتخيليها. بس بنتي أنتي ديري بالك ما تقصري أبداً بأي واجب من واجباتك، وبنفس الوقت لازم تفتحي عيونك على حقوقك. فهمتي؟ الحياة دائما بتعتمد على الأخذ والعطاء يا بنتي، مثل ما بتعطي خدي. وأكيد بهي الطريقة تلاقي حالك أنت اللي مسيطرة على كل شيء وضمنانة كل شيء. درويش يلي كنت عم قوله شو؟ إنه نحنا رح نغطي كل المنطقة يلي برا بخيمة كبيرة منشان الحفلة. إيه؟ مثل ما بدك. منشان يلاقوا ضيوف محل يقعدوا في وقتها وما يتلبسوا. انتبهوا لي شوي كلياتكم، انتبهوا لكم شغلة. إيه؟ لقيت شوية أرقام بتهمنا، ناس بتعمل أكل وناس للديكور وفرقة لل ما بدنا فرقة، ما بدنا فرقة. لا لا الغيهم مثل ما بدكم. طيب أنا لقيت هاي الأرقام بس ما حكيت مع حدا لسه، بس يعني إذا بدكم. أنت ليش جبت لنا كل هالأرقام؟ ليك نحن عنا كل هالأرقام بدفتر تليفونات البيت، أعمل شي مفيد وأعطيني هالأرقام وأنا بتصل فيهم. بس دقيقة بس، مو هيك أنا في احكي معهم بدونكم. شو؟ بس اجيت لحتى اكد معكم كلها. شو بدك تاكد يعني؟ قل لي ما كان في مشكله بعرسي بتتذكر؟ ما نسقنا وكل واحد حكى لحاله. ايه كان في ثلاث متعهدين حفلات. ايه وقتها الثلاثه اتخانقوا. ايه خلص معناتها انا اللي حاطط. ايه انت ماشي. وين بدنا نحط المسرح يعني؟ المفروض هون. لا لا حطيناه على اليمين بعيد الماضي. ممكن تجوا لهون. شو القصه؟ شوفي اللي بدي اقوله انه باقي الطلبات فيكم تعملوها بعدين. بس هلا لازم تحكوا مع الرجال تبع الورد، لا تنسوا انه بيكون يوم عيد وقتها والورد بيكون في عليه طلب كتير. إيه إيه. وإذا منروح بآخر لحظة مشان نحجز يمكن ما يرضى يعطينا. لا تخافي. ليك رشيد أنت تريك الموضوع، أنا رح أحكي مع بياع الورد لأني أنا بعرفه كتير منيح ورح أقله على كل شيء. شكلها تخطيرات العرس ماشية. يعني لحد ما يصير العرس رح يكون كل شيء مرتب. إيه طبعاً. بس بهالعجقة ما لازم ننسى الشغلات المهمة ليصير كل شيء تمام، ما هيك؟ يلي بدي أقوله إنه بآخر عرس هون ميرا ورشيد كتير تكركبوا والأمور تعسرت ولهيك كتير شغلات بالحفلة بقيت ناقصة. كاش إذا أنت حاسة إنه في كتير كركبة ليش ما بتساعدينا؟ ساعدينا شي مرة واحدة بحياتك. إيه أقل شي حملي مسؤولية شي شغلة ببساطة، مو هيك؟ أها. طيب درويش ليش عم تحكي معي بهالطريقة؟ أنا كمان وقت حملت معكم مسؤولية ما بتتذكر؟ والله شكلك نسيان. بس كنت بدي أحكي بموضوع كتير مهم معكم. معناتها يا ريت تحكي هلأ. كلنا هون، شو بدك تقولي؟ قولي. قصدي أقول إنه نحن قررنا إنه نزوجه لعمي وعن قريب كتير. إيه يعني هلأ العرس رح يصير بأسرع وقت ممكن، بس يعني هلأ القصة الوحيدة اللي لساتها علقانة هي قصة التوقيع. يعني أنا ما بدي أقول أي شي غلط. صحيح عم يقسم الأملاك بس رغم هيك هو لساته ما وقع عليها وهلأ رح يتزوج. لازم يوقع قبل العرس ولا شو رأيكم انتو؟ ممكن قول شو رأيي؟ بدل ما تضغطي على عمي ليوقع على وراء التقسيم خلينا هلأ نفرح.
يعني اطلعوا على عمي كيف عم يتحسن. صح. صح ما وقع، بس شوفوا كيف كلياتنا قاعدين هلأ سوا ومبسوطين مشان عرسه، وأكيد فرحان بهالشي. برأيي خلوا تكون لمتنا هي أحلى هدية من قدمها لعمي، وخلينا ننسى موضوع التقسيم شوي، شو رأيكم؟ صحيح. ميرا، أنا كتير مقتنعة بالشي اللي عم تقوليه. يعني التقسيم فعلا صار، فشو المشكلة إذا بقينا سوا كم يوم كمان؟ ايه صحيح، اسمعوا على الاقل بعد ما يتزوج بابا نحن ما رح نحكي بالموضوع من اصله، شو رايكم؟ موافقين؟ ها؟ لانه بالنهايه المساله مساله مبدا. ايه بالضبط. هيك لكان، اذا كلكم هيك حابين تعملوا فانا ما عندي مشكله ابدا. يعني لحد ما يخلص العرس منخلي الموضوع منتهي. الو، ايه طلبية الورد اللي قلت لك عليها بعتها على الوقت، بدي اياها بسرعة هلا، وبدي الوردات يكونوا زراف. ايه تذكر، ايه، وبدي الاغراض تبع حفل الزواج تكون كاملة ومو ناقصة شيء، ما بدي نتلبك ابدا. مرحبا. اهلين مدام. اهلين. شو غالية لوين رايحة مستعجلة؟ لوين يعني بدي روح؟ انا رايحة مشان اتسوق. شو بدك تتسوقي؟ يعني لازمني شوية أغراض، بتعرفي في عندي حفلة. ليكي غالية، إذا ما كنتي حبيت اللي لنا مو مشكلة. بس بما أنه عرسك قريب فلا تروحي لحالك وتبعدي عن الجمعية. طيب نحن رح نجي معك، يلا تعالي. خلص، مو ضروري هالشي أبدا، أنا رايحة على محل كتير قريب ورح أرجع بسرعة. لا تقلقوا علي، برجع بشوفكم. شفتيها؟ أنا بقدر هذا الشي، لما كان عرسي وقت اضطريت روح اتسوق بالسر من غير ما حدا يكون معي، وانا كنت رح اعمل نفس الشيء. لا ما في اي تعديلات باي شيء، اتفقنا؟ لا بس انا عم اقول لك قبل بوقت عن الاكلات اللي بدي اياها وكيف بدي اياها. انت ابدا بالتحضيرات من هلا، نحن ما بدنا تعقيدات، بعدين القصه كتير بسيطه، يعني انت بتعرف شغلك ما بدك اي ضرر. واذا نهار العيد الو، ويكون سعره شو ما كان، الو، المهم انا بدي اياه. في شيء بدك اياه؟ رغم هالشيء رح تبعتنا الورد بالوقت المحدد. دقيقه بس، استنوا شوي ميرا، تعي لهون تعي. طيب دقيقه بس، بعد شوي رح تعي. خلص بتصل فيك بعدين. اتركوا كل شيء بين ايديكم شوي وانتبهوا لي كلياتكم. يلا انا عملت وخلصت قائمه المعازيم، وانتم شوفوا القوائم مره ثانيه بعدين مشان تتاكدوا. لا بس دقيقة، استنى شوي. أول شي عنا قرايبين بيلاشا بما فيهم أهلها وأخوها الصغير يلي عم يدرس هون، وبعدها كمان في عنا. دقيقة لا تزعل مني، بس كان بدي أقولك، يعني حتى لو كان نحن مقتنعين إنه نزوج عمي بهالعمر هاد، يمكن البقايا ما يحبوا كتير هالفكرة، يعني لهيك أنا ما بدي تتصلوا بقرايبيني كلهم، أنا بختار حدا منهم. بيلاشا شو عم تحكي أنت؟ معقول؟ شو هالحكي بيلاشا؟ ليش عم تعملي هيك؟ عائلة ميرا كلها رح تجي، وعائلة كاش رح تجي، وكل رفقاتنا جايين، وما حدا من عائلتك يجي؟ هذا مو عدل، يعني إذا عرفوا بعدين يمكن يزعلوا منك. بلا، أنتوا ما بتعرفوا على حماتي، ما حدا بينفض من شرها. بس اسمعوني، شوفي بيلاشا، أنا حاسة إنه زواج عمي مانو غلط بكل الأحوال، ولهيك نحن ما لازم نخبي موضوع العرس عن أي حدا أبدا، نحن لازم نتصل بالناس اللي بدنا نعزمهم على العرس. واو ميرا، انت عن جد كنا عظيمه لانه فيك تحكي هالحكي. طيب انا عملت قائمه المعازيم الثانيه. طيب. بتتضمن قرايبينا يلي عايشين بمدينه اندور ويلي لا تنسى عمتك ركميني. ها اصحى مزبوط. انتوا الاثنين بتتذكروا انه كانت تقول لبابا من وقت اللي كنا صغار اتزوج مره ثانيه على الاقل كرمال هالاطفال اللي عندها؟ اوعى تنسوا ها. بس الشيء اللي انا حاسسته انه نحن رح نزوج عمي بعرس معتبر. ايه اكيد هذا الشيء رح يكون عرس بياخذ العقل عن جد، وانا رح كمل بقيه القائمه. طيب استنوني بعد ما تخلص قائمه المعازيم جينا يا انا متاكد انها راح تنبسط. انا من هلا بلشت ابعث رسائل للمعازيم. حازم تبعي هذا اللي بدي اياه. ماشي بيلاسا، شوفي شو عم تعملي. ولا شيء، عم رتب شوي. بتحبي اني ساعدك؟ لا ارتاحي، رح اخلص. هاتي احكي، في شيء بدك تقولي؟ ايه قولي. انا اجيت خصوصي لاتشكرك. تشكريني بس على شو؟ بيلاسا، أنتي قبلتي غالية لتكون حماتك بعد ما كنتي معارضة، ولهيك أنا أجيت خصوصي لأتشكرك. اسمعي ميرا، لحد اليوم أنا بس كنت عم فكر بمصلحة هذا البيت.
قلتهم هيك أنا بالاسم الكنة الكبيرة. ليش عم تحكي هيك؟ نحن لساتنا سوا يا بيلاشا ولسه في عنا وقت حتى. الأميرة مثل ما بتقول أمي، هلأ خلص فات الأوان على كتير شغلات وما عاد يرجع شي مثل ما كان، ما هيك؟ أنا كتير آسف يا سيد. لا لا أنا خربطت، طيب أنا بعتذر. يا ربي يا ربي دخيلك. رشيد بالحقيقة نحن شو على شو عم تضحك الهلقات؟ شو صاير معك؟ يلا قلي رشيد شو في شبك؟ هلا صارت شغلة كتير بتضحك وتموت الضحك. شو صار؟ كان لازم اتصل بمطعم فيجي تبع الأكل، هي. واتصلت بالغلط بمعرض فيجي الفني، هي. تخيل هالشي، أنا عم أسأله عن سعر الوجبة عندهم، ايه؟ وهو كان عم يجاوبني على سعر اللوحة. لا تقولها، مالك سئلك. ومعقول بس رشيد شوف لقلك، إذا فكرت فينا كيف عم نشتغل هلأ يعني شو وجهة نظر الناس من هالشغلة؟ ما حدا فكر بهالقصة ولا بعواقبها بنوب، عرفت؟ الناس ما بتعرف شو هو هدفنا بهالقصة، بس اللي بيعرفوه إنه نحن هلأ عم ننبسط بهالشغلة وكأنه مهرجان. غير هيك بتعرف شو حاسس؟ ايه؟ نحن عم نستمتع بالقصة لأنه بعقلنا نحن منعرف منيح شو؟ إنه بعد هالعرس هاد كلنا رح ننفصل عن بعضنا ورح نروح. رشيد انسالي هالقصة هلأ، قلي لوين وصلنا بشكل عام تحضيراتنا. اسمع أنا عندي هاي لك. لك استنى. شو مشان شهر العسل هلأ اللي تذكرته، شو بدنا نعمل؟ شلون نسينا؟ انت الوحيدة اللي فيك تنظمها. ايه أنا هلأ تذكرت شغلة. شو؟ انت بتتذكر بعد عرس بهيج انه نحنا عملنا تنظيمات شهر العسل بيومه لحالنا؟ ايه بتذكر. بتتذكر مو هيك؟ بطاقات الطيارة والحجز بالأوتيل، ولما عطيناه كل هالقصص كان كتير خجلان. بتتذكر لما كان وشه أحمر مثل البنات؟ وبتعرف شو قال وقتها؟ بعرف رشيد، حاجة بقى تضحك. وكمان درويش، المسألة مسألة مبدأ. ايه بالضبط. ايه قلي شو؟ عم تتناقشوا بشهر العسل؟ لا قصدي انه ليش كتير عم بتضيعوا وقت على قصة شهر العسل هي؟ بس يعني كاش لازم. ليك درويش خليك عملي، يعني شهر العسل شو بيعني؟ الحكي والنقاش والخصوصية. وبكل الأحوال بعد ما نروح حمي رح يبقى لحاله، يعني عنده خصوصية يشبع منها. استنى يا رشيد كاش. انت ليش كل ما فتحتي تمك بتحكي بهالطريقة البشعة هي؟ قليلي درويش أنا شو قلت شي غلط؟ بس قلت خليك عملي أكتر. لك أنت قلتيها بالوقت اللي مو مناسب أبداً، جرحتي لأخي رشيد هلأ. رشيد رشيد تعال شوي. عمي. أميرة شو بدك؟ تعال نحن لازم نطلع. لوين بدنا نطلع؟ شو هذا عمي؟ ما لازم نطلع ونتسوق قبل عرسك؟ لشو بدنا نروح ونتسوق؟ ليك عمي تعال معي على السوق وأنا بقلك شو لازم تشتري. يلا تعال. معلش بنتي أنا كتير مالل ورح استناكي بالبيت. مو اليوم، نحن هلأ رايحين وفوراً. هلأ؟ إيه بس حاج تتردد بقى عمي، رح استناك تحت. جهز حالك بسرعة ماشي؟ عمي أنا ناطرتك تحتها، جهز حالك بسرعة. بس ان شاء الله العرض مثل الطلب.